قل هذه سبيلي. نزلت اخر سورة يوسف بعد ما يوسف اتحط في السجن وقعد على كرسي الملك. هو ده الطريق. لازم تصبر على كل مراحله، لازم تصبر على كل مراحله. اخيرا، صاحب الرسالة يعلم انه مسؤول عن نصرة الاسلام وان الامر فرض لا فضل. يا جماعة، فلسطين في رقبتكم، غزة في رقبتك يا اخواني. ما دفعني ان اتكلم الليلة في هذا الموضوع ان الواحد يعني فكر ان اليهود بيعملوه من اسكات السنتنا الان ما هو الا تمهيد لضرب غزة، ما هو الا تمهيد لضرب جديد لغزة. غزة في رقبتكم وفلسطين في رقبتكم، دي بلد، ده وطننا، ده الارض المقدسة في رقبتكم يا اخواني. ربنا استبدل جيل كامل لانه مرضاش يدخل الارض المقدسة. في سورة المائدة لما ربنا قال محرمة عليهم 40 سنة، الجيل ده كله يستبدل لانه مرضاش يجاهد من اجل الارض المقدسة. يا جماعة، فلسطين في رقبتنا يا اخواني. جثة سقطت في فلسطين في رقبتك يا ابني. انت مش خايف ان البنت اللي ابوها وامها واخواتها الثلاثة اتقتلوا في القصر والبنت مشت في جنازتهم تبكي وتصرخ، مش خايف انها تبقى في مزانك؟ مش خايف ان الخمس بنات اللي لما كانوا اليهود بيضربوا بعض البيوت اختهم جاية تقول لهم قولوا لا اله الا الله، لقتهم ماتوا، لقتهم اتضربوا في الاوضة اللي كانوا فيها، وقع القصف على الاوضة اللي كانوا فيها، مش خايف ان دي تبقى في مزانك؟ مش خايف ان 2500 واحد في مجزرة غزة الاخيرة ما بين قتيل ومبتور الاطراف يبقى في مزانك؟ مش خايف ان الطفل اللي نزل عليه قنبلة سلخ جلد جسمه يبقى في مزانك؟ مش خايف ان المستشفى بتاعت غزة لما قالوا فضوها عشان هنضربها، الدكاترة والعيانين اللي بيعرفوا يمشوا على رجلهم كلهم جرهم وسابوا مرضى العناية المركزة اللي في غيبوبة ما يقدروش يشيلوهم من على الاجهزة وجروا وسابوهم، ربنا يلطف فيهم. مش خايف ان كل ده يبقى في ميزانك؟ انت مش متوقع انك مسؤول عن كل ده يا ابني؟ انت هتتسأل عن فلسطين زي ما هتتسأل عن الصوم والصلاة يا اخواني. هتتسألوا عن فلسطين زي ما هتتسألوا عن الصوم والصلاة. انتوا ليه مش قادرين تتخيلوا ان ده فرض عليه؟ ان ترك نصرة الاسلام من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر. تيجي يوم القيامة تلاقي ميزان السيئات رهيب، يا رب انا لزنيت، انت عملت الا شد والعياذ بالله، عملت الا شد والعياذ بالله. يا اخواني في الله، هذه القضية في رقابنا، في الاسلام في الارض، قضية في رقبتنا. اما حرب مع اليهود واما حرب مع الله، اختاروا حرب من الاثنين، مين اللي انتوا خايفين منه اكتر؟ هذه كانت رسائل لكم بعد ما كانت رسائل لليهود في البداية، بعد ما كانت رسائل لأعلن خيال عن خلق الله. نعم ملعونون، نعم إخوان القردة والخنازير، نعم ألعنوا خلق الله، نعم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة، نعم جيش محمد سوف يعود، نعم كل كلمة حق، كل كلمة حق حاولتم أن تسكتوها سنجهر بها ولنغادينكم بها بإذن الله. نعم كلمة الحق باقية، نعم يا اخوان كلمة الحق يجب ان تبقى ولن تعدم الارض من لسان يجهر بكلمة الحق لله. ويعني ثم ارسلت رسالة لينا جميعا عن صاحب الرسالة، عن عمود الخرسانة اللي هيشيل دين، مش البلالين المنفوخة وخلاص. صاحب الرسالة، يا ترى كم واحد من اللي قاعدين دول صاحب رسالة؟ وكم واحدة من الاخوات صاحبة رسالة؟ يا ترى كم واحد منكم عنده ربنا راجل؟ عند ربنا، ربنا قال له انا اخترتك وان لم يسمعها فانه سيجدها. يا ترى كم واحد فيكم راجل يا اخوان؟ صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث، ثابت على طريقه سواء ما بدله تبديله. صاحب الرسالة يعرف ثمن كلمة الحق ومستعد ان يدفعه وكفى بالله حسيبا. صاحب الرسالة يوقن ان النصر قادم، فاذا دخلتموه فانكم غالبون. صاحب الرسالة يعلم انها معركة عقيدة وان معركتنا مع اليهود معركة وجود، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. صاحب الرسالة عنده غضب لله وعنده غيرة على حرمات الله، مستعد انه يعمل اي حاجة عشان حرمات الله ومقدسات الاسلام ترجع. صاحب الرسالة اولى اولويات حياته نصر الدين الله، ولا تولوا عنه، اولى اولويات حياته نصر الدين الله. صاحب الرسالة مستعد ان تهون حياته كلها في سبيل رسالته، ومستعد ان يلقى الموت في سبيل رسالته. صاحب ولقد كنتم تمنون الموت من قبل
ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. صاحب الرسالة يستغل كل الفرص لنشر رسالته ولنصرة قضيته، مش اهل الباطل يستغلوا الفرص لنشر بطلهم واحنا لا. صاحب الرسالة يعرف طبيعة الطريق، يعرف طبيعة الطريق، كل هذه سبيلي هو ده الطريق، عارفه همشي فيه وانا عارف اللي فيه. صاحب الرسالة اخيرا يعلم انه مسؤول امام الله سبحانه وتعالى، وان قضية فلسطين وغزة في رقبتنا جميعا، وان الامر فرض لا فضل. اخواني في الله، هذه كانت كلمات تحت شعار وما بدلوا تبديلا. مين فينا اللي مش هيتبدل ولا هيتغير ولا يتنازل ولا هيتراجع؟ وتحت شعار نعم ملعونون، اللي هيبقى ان شاء الله شعار وحملة باذن الله على النت وفي كل مكان باذن الله سبحانه وتعالى. اخيرا يا اخواني في الله، يعني ان شاء الله باذن الله التوصيات قبل ما اغادر مقامي. الدرس من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى يوم ايه؟ الايه؟ جزاكم الله خير. درس من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى يوم الاربعاء، خلاص. يعني اثرنا الا نعلن عن الدرس، وان كان يعني اللهم لك الحمد يعني الناس عرفت، اثرنا الا نعلن عن الدرس لانه كان هيبقى اثنين ثلاثاء وبعد كده هيبقى الاربعاء بقى ثابت ان شاء الله. فيعني من الان باذن الله نستطيع ان نعلن عن الدرس ان ربنا اذن طبعا وداعيا الى الله. ها بإذن كل حاجة بإذن من الله وهو الذي يسيرنا سبحانه وتعالى. فهيبقى من أول الأربعاء الجاي إن شاء الله هيبقى ثابت كل أربعاء إن شاء الله بإذن الله. المرة الجاية بفكر إن الدرس يبقى عن المعازف، عن المعازف، ذلك السرطان الرهيب اللي قلت لا أنت عارف تقعد في بيتك من صوت المعازف في كل مكان، والعربيات اللي ماشية في الشوارع ومشغلة أطقم صوت مألوفات، تدخل محل تشتري تلاقي معازف، تركب مواصلات تلاقيها مشغلة معازف، الشباب ماشي في الشارع الام بي 3 وبالمعازف، حتى البنات ماشيين في الشارع حاطين في ودانهم السماعات وبيسمعوا المعازف، الشباب ينام على المعازف، تدخل بتاع العصير ما هذا غنات المحمول معازف، ما هذا السرطان؟ اما المعازف واما القران، هذا قران الرحمن والمعازف قران الشيطان، فاي القرانين؟ فهتبقى حمله باذن الله سبحانه وتعالى عن المعازف. بعد ما يعني بعض الدعاء الذين يعني لا ندين لله الا انهم لا يعلمون يعني فيما يدعون اليه من دين الله اكثر من معلومات بسيطة جدا للأسف الشديد، ومع ذلك يعني يقفوا. قال الناس ناقصة، يعني الناس ناقصة كمان عشان يقول المعازف حلال؟ يا عم انت شايف الناس، الناس ماسكة نفسها قوي، ده خلاص خلاص والعياذ بالله بقى سرطان منتشر في المجتمع، واحنا يعني زي ما قلت لكم احنا قافلة سائرة الى الله تتمنى ان تصل الى الله سبحانه وتعالى. كل قضية هنقدر ننصر بها دين ربنا ننصر بها دين ربنا. تعرف اي شاب بيسمع معازف هاته المرة الجاية ان شاء الله، اي شاب بيسمع معازف، اي حد بيسمع معازف توصل له ما ستسمعه باذن الله الاربعاء القادم، تبقى رسالة. لان مفيش حد، انا بتكلم يا جماعة، انا بتكلم واحضر لكم الدروس، انت تنشر هذه الدروس، انت تنتقل الى مكانك تنتشر تنشر هذا الخير وهذا الدين، ده الفرض عليك كده. نص الدرس خلص، نص الدرس ان انا قلت، النص التاني عليك انت، ان انت اللي تقوله في مكانك بقى. قضية المعازف المرة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى تلك القضية الخطيرة، تلك القضية اللي للأسف الشديد زل فيها كثير من العلماء، هنتحدث عنها باذن الله سبحانه وتعالى يوم الخميس. ايه الخميس ده؟ اهو 13 و14 و15، خميس وجمعة وسبت. عليك بالصوم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه لا عدل له، لا عدل له، في ميزانك مش هتلاقي حاجة زي الصوم. اوعى تفرط، للصائم فرحتان، الفرحة الثانية فرحة حين يلقى ربه، ساعة ما تموت ما تموت تلاقي افراح مستنياك، افراح عند الله سبحانه وتعالى لما خلق الله. فلا تفرطوا يا اخواني، رمضان خلاص لسه عليه ايام، احنا بنحاول الوقت ان احنا ها نفك شوية التأييد اللي احنا فيها ونقوم بقى ونستعد لرمضان اخطر شهر في السنة وفي حياتك، ونستعد له استعداد سليم. خميس وجمعة وسبت 13 و14 و15 باذن الله. اتدرب يا اخي وجوع واعطش يا اخي، اتعود لله يا اخي، لله سبحانه وتعالى. يعني التوصية بتاعت الليلة ان شاء الله هي مش توصية عملية، هي توصية عقائدية. عايزين نبقى يا جماعة فاهمين قضية اليهود، فاهمين انهم اعداء ربنا، وفاهمين ان وظيفتك ليس الانفعال العرضي ولكن الانفعال العقدي. اليس الانفعال العرضي ولكن الانفعال العقدي، كما قال بعض الافاضل من اخواننا، الانفعال العقدي، انفعال العرضي وسخونية وكلمتين وفرقعة، لا، الانفعال العقدي.
الانفعال بتاعك انك تنذر حياتك لله الليلة، انك تنوي انك تطلب علم برجولة، انك تدعو الى الله برجولة، انك تقوم الليل وتغسل قلبك.